رجعنا لكم من جديد مع ضيف جديد وطبعا مميز. ضيفنا صاحب الصوت الجشي، صاحب التعليق اللي كلنا براح نشتاق له للاسف. طبعا ضيفنا هو علي الحميد. حميد، مساك الله بالخير. لازم اجيب العيد. مساك الله بالخير. الله يسعدك. وانا حقيقه سعيد بوجودي معاكم، الساعه المباركه. واحنا سعداء بالصوت الذهبي الجميل الراقي اللي خلال اكثر من 45 سنه كنا نستمتع فيه. الحمد لله رب العالمين، طول بعمرك والله يبارك فيكم. الحمد لله اللي الواحد اسمه يقاوم يعني. دائما اقول لضيوفي انتم اكبر من التقارير واكبر من البرامج، لذلك احنا بنطلع لموجز بسيط عن طبعا الكابتن والاعلامي والمعلق علي الحميد. خلينا نشوف وراجعين. قلبي سبقني وطار، لا ما خذبني يا كويت، يا كويت فيك الحب من قلب وحشني. قلبي سبقني وطار، لا ما أنا بديت من هني، ويعني الحمد لله اخترت الوقت المناسب إني أنتهي هني. خلاص يعني سنة الحياة. أقول لدورات الخليج وداعا، دورات الخليج وداعا، دورات الخليج. شكرا للزملاء حسين القحطاني وخالد المالكي على هذا التقرير المبسط جدا حق علي حميد. وعلي حميد نجم من النجوم المعلقين العرب اللي استمتعنا كما ذكرت سابقا خلال 45 عاما بصوته الشجي. طبعا نرحب بكم مشاهدينا الكرام بمن انضم الان لمتابعه برنامج حياكم. نمسي بالخير على ضيفنا علي حميد، مساك الله بالخير. وخلني ابدا من حيث انتهى التقرير، لماذا الاعتزال؟ اولا حياكم، حيا الله مشاهدنا، حيا الله مشاهدي قناه السعوديه الرياضيه، حيا الله اهلنا في كل مكان. أنا الحقيقة أشوف هذا القرار ما هو وليد اللحظة يعني. نعم. قرار هذا أنا أخذته قبل لا أي الكويت. تعرف أولاً أنا بديت من هنا من 74 من الكويت. من كأس العالم اللي هو في العسكرية الكويت. لا 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 قبل. أنا بديت بالضبط لا كأس العالم العسكرية. من الدور الثالثة. قبل كأس العالم العسكري 75، أنا بديت من 74. مسيرتي 21 دورة أعتقد يعني بالنسبة لي كافي، لأن بطولة الخليج الآن يعني خلنا نعطي فرصة أولا للشباب للجيل اللي طالع. ثاني شيء بطولة الخليج بالنسبة لي مش حضيف لي شيء، يعني الحمد لله رب العالمين. هي يمكن بوابة دخلتني بيوت الناس في دول الخليج. نعم. خلينا نقول، لان اذا بالنسبه للامارات فانا دخلت من الدوري العام، لكن اتكلم عن دول الخليج. انا دخلت وطرقت بيبان الخليجيين من خلال بطوله الخليج.
الشغله الثانيه طال عمرك انا اليوم تدري في عمر يعني الواحد الحمد لله رب العالمين الله يعطيك طول العمر يعني داخل على 63 يعني اما اي اطالع ادخل اشوف الشباب اللي موجودين ما شاء الله اكبر واحد في عمر اصغر عيالي ثانيا اللي كان وياي جيلي اللي موجود اللي توفى الله يرحمه الله يرحمه يعني زاهد قدسي الله يرحمه غفر له من الله يرحمه من المجموعه اللي اشتغلت معاه صحيح اكبر عني لكن من المجموعه اللي اشتغلت معاه محمد رمضان الله يعطيه الصحه والعافيه اسماء كثيره ما ابو مؤيد البدري من العراق خالد الحربان من الكويت اسماء كثير الحقيقه يعني تزاملت معاها وتشرفت بأن تواجدت معها قد أكون أنا أصغرهم في الفترة هذه لكن العالم هذه والجماعة اللي عطوا إضافات كبيرة لبطولة الخليج اللي كذا واللي ترك واللي أي طالع اليوم أشوف أكبر واحد قلت لك يعني قد عيالي ذلك يعني أتعامل كيف ووضع صار بالنسبة لي صعب صراحة فأنا على الأساس أخذت القرار رغم ان هذه البطوله بطوله تعز علي وايد مثل ما تعز على اي خليجي لان احنا نلتقي نتلاقى نتشاوف يمكن انا ايش قد ما شفتك وايش قد ما شفت الثاني والثالث يمكن من دوره الخليج اللي في الرياض بقول لك نعم الا في هذه البطوله لكن احيانا الواقع يفرض نفسه ولازم انت بعد تؤمن بشغله ان يا اخي خل الثانيين بعد ياخذون فرصتهم يعني والعالم تي صحيح. أنا يعني حتى عندي قرار الآن اللي أنا بالنسبة حتى للنشاط المحلي يعني أو بخلاف دورة الخليج يعني إن أنا أخذ قرار عقب سنتين ثلاث إني خلاص كثر خير الدنيا يعني أنا أوصل لمرحلة أنا أبغى أسوي أنا أبغى يعني عندي تارجت معين أبغى أوصل لسقف معين أبغى أوصل له بالرقم أوصل لهذا اللي أنا حاطه في رأسي يعني. حلو. نحن مثلا عندنا أمم آسيا 2019 يمكن ما تعرف الظروف كيف نكون موجودين ننقل البطولة ما بإذن الله إن شاء الله يطول يعني إن شاء الله فإذا حصل أنا يعني أكمل بحد أقصى سنتين ثلاث وعقب خلاص يعني بعدين في حاجة طال عمرك اترك التعليق قبل لا هو يترك قبل الله يترك إيه اتركه أنت قبل الله يترك لأن يعني أنت تعتزل وأنت في القمة أحسها كلمة مؤثرة إيه؟ يعني كالزمن اللي أنت قضيته كمعلق إنه فجأة أنك تقول اترك التعليق قبل ما يتركك أحسها أنه شوي يعني تأثر إيه طبعا لكن شو أسوي يعني أنا هذا قدر بسم الله الحمد تركت بصمتك يعني والكل ما شاء الله يعني يحبك فأبغى أعرف إيش كانت أجمل لحظة يعني وأنت مرت عليك وأنت كمعلق يعني والله شوفي أنا مرت علي كثير مواقف وأنا معلق بدورات الخليج أو غير دورات الخليج يعني شيء لحظة ما تنساها من اللحظات اللي ما أنساها أن إحنا عندما أخذنا بطولة خليجي 18 احنا مرينا بمراحل انا تزامنت مع منتخب الامارات عندما كان يخسر بالستة والسبعة والثمانية ووصلت الى ان احنا صرنا نكسب بارقام وصلت ان لغاية ما وصل منتخب الامارات ويلعب نهائي وصل منتخب الامارات الحمد لله الى خليج 18 ويرفع الكأس صحيح. هاي بالنسبة لي كانت الحقيقة لحظة كنت أنتظرها التأهل لكأس العالم عام 90 عام 90 كانت لحظة جميلة من شوفي التعليق طال عمرك إجمالاً أو يعني هو بحد ذاته موقف بحد ذاته موقف بطولة الخليج هذه كانت تعنينا إحنا الخليجيين كنا حريصين تماماً على أن لابد أن نتواجد فيها وكانت قيمة أي إعلامي أي صحفي أي معلق أي كذا أنه لما يكون حاضر ويفعل دوره فيها لكن عاد دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء الله الله طيب هيفا ليش ما نسمع رأي نجوم الخليج فيه في الكابتن نسمع نروح نشوف التقرير ونرجع لكم
الحقيقة أقول لبطولة الخليج وداعا لك. الحقيقة أقول لبطولة الخليج وداعا لك. الشعور ذا الليلة غريب، كيف الحبيب يشكي حبيب. والله إن شاء الله أن نحن نهديها البطولة، لأن يستاهل المعلق الكبير علي حميد، يستاهل. هذا أقل شيء نحن نقدر نكرمه له، ان نحقق لها البطوله، وان شاء الله بصوته ان شاء الله. جزاك الله خير يا ابو حميد. يا ابو محمد، 20 سنه يمكن ارتبط اسم علي حميد وصوته شيخ المعلقين بكافه بطولات كاس الخليج. يمكن ما بكبره وايد واقول من يوم احنا صغار كنا نسمع له، وكان فعلا ارتبط اهداف جميله، تصفيات جميله. صعب انك في كثير من الاسماء، ومن يمكن على راس يمكن الشيخ المعلقين علي حميد، ان ارتبط اسمه بالبطوله. صعب تتخيل بطوله الخليج بدون عن تسمع صوت علي حميد، ولكن سيظل علي حميد يمكن في ذاكره كل مشجع او كل الجماهير اللي ارتبطت بسماع صوته في بطولات الخليج. ولكن نحن نقول ما لنا غنى عنه، سواء في بطولة الخليج أو في البطولة المحلية أو حتى في أي عمل موجود ويانا، وهو يعني دائما قلبا وقالبا من مساندين للمنتخب. أقول له مشكور وما قصرت يا محمد. أعتقد أن التعليق العربي بيفقد واحد من عمالقة التعليق اللي انتشروا الفترة السابقة، ويمكن من حوالي أكثر من 20 دورة خليج كان متواجد معنا في دورة الخليج، ويمكن عاصرت أنا في كثير من الدورات. معلق متميز، صوت متميز، ثقافة عالية، معلومات كثيرة، فوجوده يمكن يترك فراغ بالنسبة للتعليق الرياضي. أنا رسالتي لمحمد أنه لا زال نقول شاب، يقدر أنه يكمل المشوار حتى يعني رب العالمين يعني يعطيه الصحة والعافية. لا زال في مجال أنه يعطينا اكثر. علي متجدد دائما، ابو محمد دائما متجدد، ودائما عنده ثقافه عاليه، ودائما عنده معلومات كثيره ومتابع جيد، وتاريخ ايضا للكره الخليجيه بشكل عام. علي دائما يدخل الفلكلور في التعليق، بكلمات الاغاني، بالامثله الشعبيه، فدائما له قفشات وله تعليقات جميله جدا. لما تحضرني في اللحظه الحاليه شيء من هذا، ولكن دائما عنده شيء مميز في التعليق، من مثل ما قلت لك، يدخل نوع من الفن، يدخل نوع من الفلكلور، يدخل نوع من الامثله، نوع من الاشياء اللي تجذب المتلقي. الكويتي هجمه مرتده على طول، يلعبها نعم لبدر المطوع، عند الكره الطويله هذه الجانب اليمين، فهد العنزي ياخذ كرته، يطلع بعرض المال قبل الجول، هي بالجول، هي بالجول، هي بالجول، أبو محمد، إيش سر الدموع؟ ليه دموع الحزن كذا؟ طبعاً إحنا حزنانين على أنك أنت معتزل للتعليق، وأنت نجم وسيد المعلقين بصوتك وبأدائك وبأسلوبك كمان.
يا ستي بارك الله فيك. شوفي يعني انا ارتبطت وجداني بهالبطوله، يعني قلت لك اني انا خليجيا بديت من هالبطوله. نعم. ويعني لذلك احس لما انا اترك البطوله كاني تارك شيء من، يعني كان في شيء انفصل من جسمي. يعني تدري العلاقه الحميمه اللي تربط الاعلام او الاعلامي بحدث بكذا، خاصة إذا كان الحدث لتأثير أصلاً، صحيح. لإضافات عليك، لفضل عليك. يعني أنا ما حد ينكر اليوم دورة الخليج أنها لها فضل علي وعلى غيري، صحيح. خرجت معلقين، لاعبين، رياضياً، إدارياً، مثل ما هي لها فضل على تطور كرة القدم في 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 دول الخليج، هي لها فضل على تطورنا إحنا كذلك كإعلاميين. ما كانت دورة الخليج حتكون موجوده لولا احنا، لو يعني فضلها علينا الان، صحيح. بحكم حضورنا احنا، يعني عملت لنا اضافه، صحيح. الان انتم ما شاء الله عليكم شباب وعندكم الله يعطيكم طوله العمر تتواصلون. انا يعني اتذكر تطري عبالي اسماء وتطري عبالي مواقف وتطري عبالي احداث وتطري عبالي اقول يعني وين هالعالم. يعني ارجع ل 30 40 سنه ما شاء الله عليكم تمولت وحش اليوم، اكيد. زين انا يعني استذكر شغلات، وبعدين انتم حطيتوا لي اغنيه تهد البدن من الله الله. فيعني الواحد شوف الانسان مشاعر ترى في النهايه، وانت تخيل انت لما تفقد صديق وهذا الصديق تحس بانه ممكن يرجع لك، يعني سافر وبيرجع لك، يعني هم تحزن، صحيح. لكن ما بالك اذا انت بتفقد واحد وانت مش حترجع له، ولا هو وارتبط معك طول وارتبط معه، صحيح. فاصبحت يعني انا فعلا لما اقول وداعا دوره الخليج، انا اقول دوره الخليج هذه هي يمكن المدرسه الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه وما فوق الجامعه والدراسات العليا بالنسبه لي. لذلك انا يعني اقترنت بهذه البطولة، نعم. وأحس أني أنا في شيء يعني بنأخذ منه، لكني إن شاء الله إن شاء الله أظل على الأقل مرتبط فيها بطريقة ثانية، لأني أنا الإعلام بالنسبة لي مش بس تعليق، صحيح. الإعلام بالنسبة لي يعني أنا حاطط تصور لنفسي أني أنا أروح لبرامج حوارية. حلو، جميل، جميل. ان شاء الله نشوفك فيها. بس للتوضيح ابو محمد، انت معتزل عن دورات كاس الخليج، صحيح؟ بقيه البطولات لا، ان شاء الله بنروح نشوفها. لا انا موج عن دوره الخليج، اي عن دوره انا الخليج. قلت لك انا لحد 19 20 نهايه، يعني 19 20 تقريبا، يعني بعد شوف انا عقدي ينتهي مع قناه ابو ظبي الرياضيه في نهايه 9، ولكن أنا ما بيني وبين أبو ظبي الرياضية عقد، أنا بيني وبينها اقتران، صح. ولاء وحب، ولاء وحب. لذلك حظل موجود معاها لغاية سنتين ثلاث إن شاء الله. وأنا حتى تكلمت الأخ يعقوب السعدي مدير القنوات على هالموضوع وكذا، أن أنا بظل موجود. عقبها حنتقل لي شو اسمه للقنوات أو للفكرة الثانية، البرامج الحوارية. لكني انا عاد قبل عندي بعد تصور معين بسويه، لان انا مش حترك التعليق اني انا اقول تركت التعليق. انا مثل ما يعني الحمد لله وانا اعتز بهذا، ان في الامارات يقولوا لي انت رمز من رموز الاعلام، انا اعتز فعلا. لذلك حظل موجود، وعندما اعتزل اعتزل بطريقه انا اراها يعني هي الانسب لنفسي على الاقل. أنا أولاً أنا محاضر في الاتحاد العربي ما شاء الله. بالنسبة للتعليق أنا يمكن عملت دورات كثيرة من المغرب العربي إلى مشرقه، مؤسس في ولازلت حتى اليوم أنا عضو في الفريق العربي الموحد الاتحاد العربي. فيعني ربك يسهل لنا هيك الأيام يعني. طب إيش نصيحتك لجيل الشباب الصاعد الحين؟ والله شوف طال عمرك، انا دائما اؤكد على حاجه، اولا بخلاف طبعا ان الموهبه وكذا، انا اقول الثقافه لها دور طبعاً كبير جدا. مساله احترام النفس،
مسألة الرقابة الذاتية. أي شخص عندنا في الإعلام ما لم يكن أو ما لم تكن عنده رقابة ذاتية، يعني لما تكون تي رقابة من مسؤول فهني يهتز هو بروحه تصورته. فدائما أقول الرقابة الذاتية هذه مطلوبة. ثاني شيء مسؤولي، يعني قيمة تحمل المسؤولية والقراءة والاطلاع تأتي من تحت بند الثقافة وكذا. صحيح. مسألة اللغات اليوم احنا دائما يعني الإعلام متطور. صحيح. الإعلام تأتي إضافات بين. صحيح. فترة وبين أخرى وبين كذا. وبعدين أنا ضد مسألة أن هذا أصغر وبالتالي أنا يعني لا، أحيانا قد تأتي بعض المعلومات من يصغر كسنا ولكن يكبر كفكرا، فهذا بعد روح معه ما يمنع أنك أنت تسمع معه. لأن أنا ذكر لما نروح مثلا كأس العالم أنا أحب أقعد مع كثير من المعلقين الأوروبيين وكذا أسمع منهم يعني وأشوف منه وأختلط وأعرف، لأن هاي ثقافات. جميل. فإحنا لازم نكتسب هذه الثقافات. ما يهمني إذا كان هو يعني سلوكياته أو غيره، هذه له. أنا أخذ الشيء الإيجابي اللي لي اللي أنا أقدر أسخر فيما بعد لخدمة التعليق العربي. فأنا أقول يا جماعة بالدرجة الأولى مهم جدا أن تحترم النفس وأن تحترم، شوف هالمايك ما لم تحترمه ما راح يحترمونك الجمهور. صحيح. واحترامك للمايك من خلال بعد انضباطك، احترامك لمواعيدك. يا أخوان أنا أستغرب أحيانا يجيك معلقين يجيك قبل المباراة بنصف ساعة، أنا وبعمري هذا أي قبل المباراة بساعتين. الله. فيعني هذا من حرصك للأسف، أنه صار في ناس يحسبوا نفسهم أنهم هم خلاص وصلوا، أنا واصل، أنا كذا، أنا فلان الفلاني، ما يحتاج أنك أنت تعلميني، أنا أجي ممكن قبلها بدقيقتين. هذا غلط. أنت ممكن يكون يطرأ أشياء جديدة، ممكن يطلع في طب في خبر جاء، في عمل اتعمل، مفروض إنه يكون عندك خلفية، يعني مفروض أقلها تكون محضر نفسك قبلها فعلا زي ما قلت بساعتين أقلها. أستاذتي العزيزة اليوم في حاجة اسمها احترام المشاهد. صحيح. احترام المشاهد من احترام نفسك. صحيح. لذلك عليك، وبعدين ما في شيء اسمه يعني مع كل احترامي للأخوة النجم أنت اللي تفرض نفسك أن تكون نجم بأسلوبك بتواضعك بتعاملك بكذا بأخلاقك بغيره. لكن لا يمكن يعني اليوم يعني إحنا الله يطول بعمار شوخنا من الكويت والسعودية مرورا بكل دول الخليج إلى عمان والإمارات والبحرين وكذا، لما يون تحسين فيهم هم يون يسلمون عليك قبل أن تسلم عليهم. صحيح. صحيح. فهذا معناته قمة التواضع. الله. جميل. طيب أنت شو أنت إيش رأيك يا أبو محمد في الأسماء الشابة الجديدة اللي في التعليق؟ والله شوف الحمد لله رب العالمين، أنا أقول لك إن إحنا في الخليج بالعكس ما عندنا، إحنا في الخليج عندنا. ممتاز. عندنا معلقين. أنا ما أحب أسمي لأن لا. صحيح. يعني أنسى حد ولا كذا، لكن إجمالا إحنا في الخليج نقدر نقول ان فعلا متسيدين الوطن العربي، مع احترامي طبعا لبعض الاخوه اللي موجودين، لكن هذا لا يمنع ان لما تعمل يعني تشيك على الاسماء وتعمل حتلاقي الاغلبيه موجوده في دول الخليج. هذا دليل على ان نحن خطونا خطوات كبيره، احنا عملنا قفزات اكثر عن غيرنا. يعني انا مثلا بديت ما بدينا في السبعين ما كنا يعني يمكن مجموعة قليلة كذا. أعطيك مثل، سنة 75 كنت حاضر في مؤتمر المعلقين الرياضي العرب في سوسة، كان معي من السعودية الله يعافيه محمد رمضان وسعادة سفير مملكة البحرين في الإمارات محمد المعودة من البحرين. احنا ثلاثة خليجيين والبقية كلهم عرب. الدول العربية الثانية وغيره هذا. لكن بعد ذلك يينا لما عقب ما عبرنا بطولة كأس العالم 78 ويينا 82 حسينا أن عندنا أسماء موجودة. بعد ذلك عقب بدينا إحنا نفرض واقع معين ونفرض أنفسنا بقوة في الآن تعرف أنا أروح المغرب العربي كثير، يعني بحكم طبعا على الأقل
وجودي في الفريق العربي. تدري أن من أكثر الأسماء المطلوبة أسماء الخليج، الأسماء الخليجية في الوضع، وهذا الشيء الحقيقة شيء جميل. يمكن جدا شيء جميل يعني. يمكن كثير من الأخوة جاهلينه. أنا مرة في تونس علقت مباراة صعود المنستير والمهدية سنة 75. جميل. أوكي. إحنا مجموعة كذي وخذنا ونعلق وكذا، أول مرة يسمعونا، أول مرة يسمعونا، وبعدين مشينا والحمد لله. اليوم حتى يقول لك والله أنا صرت بعدين أعلق كوبا أمريكا ونعلق أمم أفريقيا ونعلق كذا للأسبو وكاس العالم وغيره، هذا نشاهد نلاقي إن إحنا عندنا قبول. يعني ما أتكلم عن نفسي أنا، أتكلم عن المعلق الخليجي وله قيمة وعنده ثقافة وعنده حضور. بس أنا أقول بعد شغلة إن يفترض أن نعزز هذا الحضور بحضور شخصي آخر، بأني أنا أعتني بنفسي، ما أعتني بأني أنا ألبس ثوب ولا ألبس بدلة ولا ألبس كذا. ولكن أبو محمد وكلامك على متمة، طبعا الوقت أهمنا، ما ودنا والله أن نقطع حديثك أو أنك تخرج من الاستديو هذا، ودنا نستمر في الاستديو لكن الوقت داهمنا. ألف شكر، نتمنى لك التوفيق. أنت قام في التعليق وفي الإعلام الرياضي الخليجي والعربي قامة كبيرة، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق أنت وأبنائك وفي المستقبل بإذن الله. الله يطول بعمرك. شكرا لكم جميعا، وأنا شاكر للأخوة وفريق العمل كذلك، وتحياتي للأخوان المشاهدين. والله يوفقكم اليوم ودوم إن شاء الله. شكرا. والله يوفقكم في كأس العالم إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله، ونشوفك إن شاء الله حاضر بإذن الله. ترانا نحن إحنا إماراتيين وسعوديين كذلك، ما في شك. أكيد أكيد أكيد. الله يوفقك إن شاء الله. طبعا في الختام انتظرونا إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ومع ضيوف جديدين. طبعا معلش سوري ضيعت الكاميرات، بس انتظرونا إن شاء الله في يوم جديد إن شاء الله مع ضيوف مميزين. طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله. إلى اللقاء.